عمرو زهران تعرض لظلم شديد جدا بهدوء شديد كده. عمرو زهران لم ينضم لمنتخبات قطاع الشباب، ما انضمش للمنتخب، ومش لاسباب متعلقه بمستواه. ويمكن كنت بتكلم مع كابتن هيثم السعيد قبل الحلقه، قال لي اصلا قصه ان لاعب يكون ما بينضمش لمنتخبات الشباب او الناشئين ان هو يطلع فريق اول بتكون صعبه جدا وبتكون محبطه جدا. وانا مش هقول اسباب استبعاد عمرو زهران، لان يعني المهتمين بالمجال عارفين كويس قوي ان الاسباب بعيده تماما عن المستوى الفني. فعمرو زهران تعرض لحلقه من الاحباط، ولكن الاصرار بقى، الاصرار والبيئه المحيطه وهي النادي الاهلي هي اللي حولت عمرو زهران من لاعب ما بينضمش لمنتخبات الشباب، وبدل ما يفقد الثقه في نفسه بدا يشتغل على نفسه ويتمرن للخمس والست ساعات بشكل يومي عشان يجي الكابتن اشرف توفيق يمنحه بعض الوقت في بعض المباريات الغير هامه، ويجي مستر اوجستي اللي يكتشف في عمرو زهران ما لم يكتشفه الاخرون، فيتحول عمرو زهران لاحد نجوم اللعبه وينضم عمرو زهران للمنتخب الوطني الاول، واصبح لا مجال لفكره ظلم عمرو زهران مره اخرى. ليه؟ لان عمرو زهران بيؤكد مقوله الافكار لها اجنحه، مهما اتحاربت مهما اتظلمت طول ما انت شغال على نفسك فكرتك هتوصل هتوصل. فعشان كده لقطه عمرو زهران بالنسبه لي هي لقطه كفاح سنين وتعب سنين وثقه وصلها بعد اخفاق وبعد احباط. فعمرو زهران بالنسبه لي حدوته لسه لم تكتمل، نتمنى انها تكتمل ويكون من حواديت كره السله المصريه وحواديت النادي الاهلي في كره السله، وهو عنده اصلا في فريق كره السله وعنده الكابتن طارق الغنام اسطوره من اساطير كره السله. نتمنى ليه التوفيق، ونتمنى لاي شاب او اي لاعب او اي محاوله للاحباطات بسبب ظروف معينه او بسبب اسمك مثلا ان انت تجتهد وتكافح وفكرتك هتوصل هتوصل زي عمرو زهران. اعتقد التطوير ملموس والشخصيه هي اللي بتساعد التطوير لو انت عندك الرغبه في تحقيق اهدافك وعندك الاستعداد، وده مهم جدا. القصه بتتعلق جزء كبير جدا باستعدادك الفني والنفسي والسلوكي ان انت تعمل حاجه، ان انت تصنع موهبه. وكل الناس شافت تطور عديد من اللاعبين مع مستر اوجستي، للامانه يستحق الدعم مننا في الوقت ده، ويستحق الاشاده بفكره ازاي انت عامل منظومه ايضا مسببه مشاكل، لأن واضح للبعض هذا الرجل فلسفته واضحة، هذا الرجل أشواطه وتدخلاته بقت موجودة وواضحة للجميع، الرجل ده بصمته على الفريق بشكل فردي وشكل جماعي. وانت قاعد حتى لو متابع عادي وبسيط وزي ما الناس اللي بتفرج علينا أغلبها ممكن حتى مش معنيين ومهتمين بتفاصيل ألعاب السلطات على المستوى الفني، ولكن لو انت راجل بسيط قاعد بتتفرج كده في البيت هتحس ان انت لا شايف حاجة مختلفة تماما في الفريق بشكل جماعي والفريق بشكل فردي. ده اللي بيعمله أوجستي، وده اللي بيخليه قصاد منافسين كتير جدا. تعالى لما تشوف اوجاستي بيلعب كابتن احمد مرعي 12 فوز، يعني انت بيوصل للفوز رقم 12 يا جماعه، ده حاجه صعبه جدا وحاجه كبيره وشكل من اشكال التفوق النفسي. ده نتائج الماتشات 71 74، وعندنا ايضا المرتبط اللي قدر 64 انا اسف، عندنا ايضا المرتبط اللي قدر كمان ان هو يحسم البطوله لصالح النادي الاهلي قبل ما تلعبها. وانا بشوف ان النادي الاهلي بالانتصارات اللي بيحقق ده، المباراه الثانيه 66 63، ده بالنسبه طبعا بنتكلم الرجال مش المرتبط، و62 34. وانا زعلان ان احنا فرطنا في الماتشين في الدبل سكور، كان يقدر 81 42، كان يقدر فريق النادي الاهلي المرتبط يحقق الدبل سكور، وهو كان يستحق ده. والفوارق الفنيه يا جماعه رهيبه جدا، الفوارق الفنيه في المرتبط كانت رهيبه جدا، وده اللي بيوريك النادي الاهلي شغال ازاي والنادي الاهلي بيفكر ازاي. وعشان كده انا بقول فكره بناء شخصيه هي اصعب حاجه في اي لعبه، ده شفناه في كرة السلة، شفناه من خلال مستر أوجستي، شفناه من خلال التفوق على مدرب زي كابتن أحمد مرعي، إن أنت تقدر توصل ل 12 فوز. ويمكن ده بيوصل في أوقات كتيرة جدا ليه ما بيكونش في حالة تعامل مع أوجستي عادية، لا أوجستي فعلا يا جماعة معادلة صعبة، واللي بيحاول مع النادي الأهلي مختلف، وهو رجل جاء لمنظومة تناسب أفكاره وتناسب طموحه وتناسب تطلعاته وتناسب اللي هو عايز يحققه ويعمله. هو أوجستي وجوده في مصر خلاه يدرس النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ففضل التواجد في النادي الأهلي.